جولة صحفية مع أبرز أخبار المملكة العربية السعودية. نبدأ مع CNN والتي عنونت السعودية تداول فيديو يسمع فيه محمد بن سلمان يقول ثلاث كلمات بنهاء الهلال والفيحاء. وفي التفاصيل، تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المباراة النهائية بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021-2022 بين فريقي الهلال والفيحاء، والتي فاز فيها الأخير بركلات الترجيح. ويظهر الأمير محمد بن سلمان في مقطع الفيديو المتداول عقب أداء الناشد الوطني السعودي رافعاً يده قائلاً في أمان الله، وسط تفاعل وتعليقات نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي. أما موقع الخليج أونلاين فعنونه عاصفة إقليمية، توقعات بتعرض دول الخليج لموجة غبار كبيرة. وفي التفاصيل، توقع موقع طقس العرب المعني بأحوال الطقس أن تتأثر أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية بموجة غبار إقليمية منتصف الأسبوع المقبل، وقال أنها ستمتد إلى 9 دول بينها 5 دول خليجية على الأقل. وقال الموقع المختص أن الدول التي ستتعرض للموجة المتوقعة هي السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات، إضافة إلى الأردن وسوريا والعراق، مشيرا إلى أنها قد تتعمق بشكل إضافي لتؤثر على سلطنة عمان. أما موقع الحرة فعنونه القرود تغزو منطقة سعودية ومطالب بسرعة التحرك. وفي التفاصيل، شهدت عقبة شعار بمنطقة عسير في السعودية انتشارا كبيرا لقرود البابون، وصفته الصحف المحلية بالغزو. وقالت وسائل أعلام سعودية بينها صحيفة سبق أن السبب في الغزو ما يقوم به بعض المسافرين من تصرفات وصفتها بغير مسؤولة تتمثل في تزويد تلك القرود بالأطعمة. ونقلت الصحيفة السعودية عن عدد من المواطنين قولهم أن سلوكيات بعض المسافرين ساهمت في تزايد القرود بشكل لافت. وطالب مواطنون بتزويد المكان بلوحات تحذيرية تمنع تلك التصرفات التي ساهمت في ذلك التكاثر اللافت للقرود. وتتوالى تحذيرات المختصين من قطعان قرود البابون لما يمكن أن ينتج عن ذلك من أضرار على الإنسان والمزارع.